السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة صف الثالث الإعدادي. ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أنا مستر أحمد سرور إن شاء الله معاكم السنة دي بإذن الله. هشرح لكم منهج الرياضة كامل إن عشنا وأحيانا ربنا إن شاء الله. قبل ما نشتغل في سؤال بيدور في ذهنك عايز أجاوبه لك. يا أستاذ، هو رياضة السنة دي أسهل من السنة اللي فاتت ولا أصعب منها ولا إيه بالظبط؟ لأن فعلا السنة اللي فاتت كانت صعبة شوية. لا، هو رياضة السنة دي ما شاء الله عليها سهلة جدا 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 وبسيطة إن شاء الله. تمام. أمال بيشتكوا من الامتحان ليه؟ من سهولة الدرس، الراجل اللي بيحط الامتحان بيدور لك على صيغة كده يبرجلك بيها، يشوفك هل انت فاهم الدرس وهتتريس كده ولا هتخاف منه. تمام. وبعدين ان كان صعب ما كانش يعني في حد قفل، في ناس كتير جدا بتقفل في تالتة اعدادي، ربنا يجعلك منهم ان شاء الله. قبل اي حاجة نسمي الله، بسم الله، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الصعب ان شئت سهلا. بسم الله. ايه يا استاذ حاصل الضرب الديكارتي ده؟ اولا يا باشمهندس، لو انت بتكره الرياضة واحدة واحدة ان شاء الله هعالجها لك. اي معلومة وقع منك من السنين اللي فاتت هخليك تفهمها بالراحة واحنا ماشيين في المنهج عشان ما تتعقدش من الرياضة. الرياضة سهلة، اتفه مادة موجودة من اولى ابتدائي لحد ما تخلص، اتفه مادة. ليه؟ لانها بتعتمد لو فهمتها خلصانة. يعني انت حضرتك لو ماسك التليفون تلعب لعبة وفهمت اللعبة دي بتلاقي الموضوع سهل قوي، غير واحد لسه اول مرة يمسك اللعبة. فانت ان شاء الله هنحاول نخليك عبقري باذن الله ان شاء الله. حصل الضرب الديكارتي ده درس يا باشمهندس بيعلمك انت ازاي بتضرب مجموعة في مجموعة. بس قبل ازاي ما اضرب مجموعة في مجموعة، هل انت عارف شكل المجموعة ايه اصلا؟ هل انت عارف شكلها؟ طب بالفرض بقى انك ما تأسستش خالص وعاوز تعرف شكلها، عايزك تفرق لي بقى ما بين ايه هو الزوج المرتب وايه هو المجموعة وايه هي الفترة. تمام. اول حاجة تعالى نمسك الزوج المرتب. الزوج المرتب بيبقى عبارة عن قوس وفي رقمين وما بينهم فاصلة. تمام. الزوج المرتب ده بيسمم الخانة الاولى دي السينات، يعني لما نيجي نرسمها على شبكة بتكون دي محور السين، ده محور السينات، وبيسموه يا شباب المسقط الاول. يعني كلمة محور السين او المسقط الاول عادي، تعالى لو دي شبكة ده محور السينات يا هندسة، ده محور الصدى. اتنين اهي على محور السينات، دي الاتنين اهي. تمام، بنسميها المسقط الاول. طب الواحد ده بيتمثل على محور الصادات وبنسميه المسقط الثاني. تعالى يا باشمهندس نروح على الصادات كده، الصادات فين الواحد؟ اهو. طب فين النقطه بقى؟ قال لك دي يا باشمهندس بترسم خطها ودي بترسم خطها، الاثنين بيتقابلوا في بعض كده مع بعض في مكان واحد، هي دي النقطه. فعلشان كده لما بيقف عند النقطة دي ويبص للأرض بيقول ده مسقطه على الأرض، يبص على الحيطة اللي هو الصاد يقول ده مسقطه على الصادات. يبقى الزوج المرتب عبارة عن قوسين وما بينهم أرقام، الرقم الأولاني ده محور السي والرقم الثاني لما بنيجي نرسمه على محور الصاد. الرمز ده يا شباب ده رمز المجموعة. المجموعة دي اكتب جواها أي رقم أنت عايزه، مش شرط يكون رقم، اي عدة ارقام، مش شرط يكون عدة ارقام، ممكن يكون رقمين، يعني ممكن اكتب رقم رقمين 3 4 5 6 7 او اسيبها فاضية. يعني ممكن تسيبها فاضية، في حالة انك سبتها فاضية دي بتساوي المجموعة الخالية اللي هي فاي. وممكن اكتب المجموعة دي جواها رقم وممكن اكتب جواها رقمين، ومش شرط فيها الترتيب، يعني ممكن اكتب واحد واثنين او اثنين وواحد. دي هي دي، يعني لو حطينا هنا يساوي كلامك صح 100%، مفيش اي مشاكل. ممكن تكتب جواها ارقام بالسالب عادي مع ارقام بالموجب، مفيش اي مشاكل. ماشي، يبقى المجموعة دي ما بتفرقش سواء سبتها فاضية سواء كتبت رقم موجب رقم سالب، رتبت ما رتبتش ما بيفرقش. ايوه خلاص، ده حاجات تأسيس اهي.
طيب بعد كده يا أستاذ في حاجة اسمها الفترة. ايه الفترة دي بقى؟ الفترة دي قالوا بدل ما نقعد اقول لك مثلا ايه اكتب لي من 1 لـ100، بتقعد تكتب ارقام كتيرة كده وما بتحصرهاش كمان، يعني ما بين 1 و100 في 1، 1.5، 1.75، 1.3، 1.5، 1.4، 1.5، كتير قوي ولسه هتوصل كمان للمية. فقال احنا نعبر عنها بفترة. لما اجي اقول للواد 1 و5 كده جوه اقواس مضلعة، شفت انت الاقواس دي الفرق بينها وبين اللي فوقها دي مضلعة، قال لك يبقى انت خدت كل الاعداد اللي من 1 لـ5. ماشي يا هندسة؟ ماشي يا استاذ. سهلة يا هندسة؟ انت قلت حاجة اصلا لسه يا استاذ؟ ماشي. يبقى دي اسمها ايه؟ دي اسمها الفترة. دي اسمها ايه؟ المجموعة. ده اسمه ايه؟ الزوج المرتب. دول خدناهم امتى؟ دول خدتهم في السنين اللي فاتت. طيب اول كلمة بقى في منهاج السنة دي، لسه هتكلم في اول كلمة اهو، ما اقولش اي حاجة، لسه هقول اول كلمة. اول كلمة بيقول لك ايه؟ انت ازاي بتساوي زوج بزوج؟ لو معاك زوج مرتب ازاي تساويه بزوج مرتب؟ بكل بساطة ويسر، خد اول رقم هنا سويه باول رقم هنا، شوف اول رقم سويه باول رقم، والرقم اللي بعده سويه بالرقم التاني. يعني سين يا استاذ هنا تساوي 4 وصاد تساوي 5. مثال كمان، مثال كمان، لو انا معايا يا ابو حميد الف وباء بتساوي 2 و7، يلا الف بكام؟ الف ب2، وباء بكام؟ وباء ب7. طب افرض ان انا كنت واحد غيتت بقى شويه وجيت عملت لك مساله كده وقلت لك اوجد هات لي يا اسطى جذر الف زائد باء، قلت له ايه الرزاله اللي انت فيها دي؟ ايوه، ما هو دي الحاجات بقى اللي بتعقدك بقى. الف يا استاذ هو الرقم الاولاني ب2، وباء الرقم الثاني، خلاص يبقى هنا 2 زائد 7 دي بجذر 9 يا ابو حميد ب3. شفت؟ الله عليك عبقري. تعالى بقى يا هندسة ندخل الحتة اللي احنا فهمناها دي بمعلومات من السنين اللي فاتت، وانا واحدة واحدة ومعاك ما تقلقش. اول حاجة عايزك تستذكرها، فاكر يا باشمهندس ان اي رقم قصه كان صفر، هنا ريميمبر تذكر، اي رقم قصه صفر كان بيساوي كام؟ كان بيساوي 1. زي ايه يا استاذ؟ 5 اس 0 دي بتساوي 1، 8 اس 0 دي بتساوي 1. ماشي؟ ماشي يا استاذ. يبقى اي رقم اس 0 بيساوي 1. تاني حاجة يا هندسة عايزك تستذكرها، لو انت معاك عدد ليه اس، الاس ده كان 2، عاوز تشيل اس 2 دي، قال لك يا باشمهندس بكل بساطة اس 2 لما تيجي تشيلها حط الجهة التانية جذر، ولما تحط الجذر التربيعي، تربيعي لازم تحط موجب أو سالب، تكعيبي ما بنحطش. أس 2 بيتشال بالجذر التربيعي، أس 3 بيتشال بالجذر التكعيبي، يعني مثلا سين أس 3 ب 27 يبقى السين بتساوي جذر تكعيبي لل 27، سين بتساوي جذر تكعيبي لل 27. هنا ما حطيتش يا باشمهندس موجب او سالب، يبقى التربيع بتحط موجب او سالب، التكعيب ما بتحطش. طب ليه يا ابو حميد؟ اقول لك ليه. حته التاسيس دي، ده بيقول لك يا هندسه انت معاك عدد اس 2، يعني ايه اس 2؟ يعني مضروب في نفسه مرتين. ايوه، الناتج طلع ب9، كام في كام يديني 9؟ 3 في 3 يا استاذ، وممكن سالب 3 في سالب 3. يبقى العدد الاصلاني انت ما انتش عارف كان ايه، كان 3 ولا كان سالب 3 يا عم احمد، فعشان كده قلنا حاطين موجب او سالب. ماشي؟ ماشي. انما اس 3 يعني لو كان سالب في سالب في سالب هيديني سالب، سالب في سالب بموجب، الموجب في سالب بسالب. طب لو كان موجب موجب في موجب بموجب بموجب، خلاص يبقى في الاس 3 او الجذر التكعيبي بنحط بنفس الاشاره، لانه لو كان اشارته سالب كان هيطلع سالب لوحده، موجب هيطلع موجب لوحده. انما اس 2 ببقى تايه، هو كان سالب ولا موجب؟ لان السالب في سالب بموجب والموجب في موجب بموجب، فعشان كده بنقوم حاطين موجب او سالب جنب النتيجه، وطبعا بتحسبه. تمام؟ تمام. يبقى هنا الناتج موجب او سالب 3،
وهنا الناتج بيساوي 3. ماشي يا استاذ، ايه فايدة الكلام اللي انت قلته ده؟ تعال بقى نحل بقى الاسئلة اللي هنا بقى. يلا عايزك تستقنيس كده. ماشي يا ابو حميد، بص حضرتك، انا باجي بقوم مساوي الخانة الاولى، هساويها بالخانة الاولى، مش صح؟ وهقوم جاي مساوي الخانة التانية بالخانة التانية، مش كلامك مظبوط 100%؟ يلا يا باشمهندس ترجم لنا الكلام ده بس كده، اكتبه لنا. يلا، اتنين يا استاذ اس س بتساوي الواحد، ماشي. اتنين اس كام تديلي واحد؟ عدد اس صفر هو اللي بيساوي واحد يا استاذ، ركز، العدد اس صفر هو ده اللي بيساوي واحد. فعلشان كده قلنا ايه؟ اتنين اس س هي هياها اتنين اس صفر. ليه؟ لان ده واحد، الواحد كان اصله رقم اس صفر، فالرقم اخترته اتنين. إذا تساوت الأساسات تتساوى الأسس. أما واحد عنده سؤال، أستاذ أيوه، 2 أس س بواحد ينفع أقول س بصفر على طول؟ ينفع. على طول كده؟ أيوه، ماشي. طب الخانة التانية، تعال نساوي يلا الخانة التانية بالتانية. 4 بتساوي ص أس 2، ها؟ أس 2 بنشيله إزاي يا هندسة؟ لما يكون في أس 2 بنشيله نحط موجب أو سالب يا أستاذ. أنت مركز؟ كل اللي انت عملته او تلت اعدادي خلصت لما انت سويت ده بده، تلت اعدادي كده خلصت خلاص انتهى. كل اللي موجود بعد كده بقى انت بتعرف تحل ولا ما بتعرفش؟ انا واقع يا استاذ في السنين اللي فاتت، قلت لك معاك واحده واحده، بس ركز في الملاحظات اللي بكتبها لك هنا. هنشيل اس 2 يا استاذ، نجيب الجذر. لازم اما اجيب الجذر احط موجب او سالب. جذر الاربعه كام؟ 2 يا ابو حميد، خلصانه. طيب ها يلا السؤال اللي بعده. ايوه يا استاذ بسيطه، امسك بقى يا ابو حميد الخانه الاولى. قلت له ماشي اهي، قال سويها بالخانه الاولى اللي زيها. قلت له الخانه الاولى اللي زيها اهي، والخانه الثانيه يا عم احمد سويها بالخانه الثانيه. قلت له الخانه الثانيه اهي، قال لي سويها بقى بالخانه الثانيه. قلت له دي يعني؟ قال ايوه. بس تعرف تجيب لنا بقى السين والصاد؟ قلت له اه اعرف اجيبها. طيب هاتها يلا. س تربيع ناقص 5 بتساوي 4، صح. وص تكعيب بتساوي 1 على 27، برضه صح. هبدا احل بقى يا استاذ، حل معادلات عادي. هنعدي دي باشاره مخالفه. س اس 2 بتساوي 4 زائد 5. هنشيل اس 2 دي نجيب الجذر يا استاذ، يبقى س اس 2 ب 9. شوف جمعت دول، عدد بإشارة مخالفة، جمعتهم 9، هشيل أس 2 أحط الجذر، موجب أو سالب 3. موجب أو سالب 3 ليه يا أستاذ؟ عشان هنا كان أس 2. طيب في دي، دي أس 3، بتشيل أس 3 إزاي؟ بالجذر التكعيبي يا عم أحمد، صح. الجذر التكعيبي للواحد بكام؟ بواحد، وال 27 3. طب بتعرفها إزاي يا أستاذ؟ باجي أقوم فاكك، الواحد ده عبارة عن إيه؟ واحد في واحد في واحد، كل تلاتة زي بعض أقوم مطلع منهم حاجة. 27 تلاتة في تلاتة في تلاتة، قمت مطلع تلاتة. خلصانة؟ خلصانة. طيب، نصعب تراكميات شوية، تعال نصعب تراكميات شوية. شوف السؤالين دول يا باشمهندس، عاوزين نتعامل معاهم. طيب، أول حاجة ريمبر، تذاكر. فاكر يا هندسة المطلق؟ المطلق ده كان الناتج اللي جواه لازم تحطه موجب او سالب، لازم لازم لازم. ليه؟ لان المطلق ده يا باشمهندس كان بيتحط جواه عدد وما بيطلعش سالب ابدا، بيطلع موجب. فانا جوه المطلق ده في مجهول، مانيش عارف هو كان اصله موجب ولا كان اصله سالب، فعشان كده بحط موجب او سالب. تمام تمام، نكمل. بنساوي الخانه الاولى بقى يا ابو حميد بالخانه الاولى. مطلق س بتساوي 4، يبقى الس بتساوي موجب او سالب 4، ماشي. تعالى نمسك الخانه الثانيه، ص اس 2 بتساوي ص. ومن هنا يا باشمهندس حتى احنا كمدرسين بنغلط في الحته دي، عايزك انت بقى ما تغلطش فيها ابدا، حطها في راسك كده واقفل عليها. اولا لا يصح القسمه على مجهول. بنبص نلاقي يا باشمهندسين في ناس ضعيفه كده شويه
تقوم جاي لاقيه استاذ هنا في صاد وهنا في صاد، اقسم على الصاد دي انسفها يا ابني، ما ينفعش. لو رقم اه، لو مجهول لا. طب ليه المجهول ده؟ ما انتش عارف اصله كان ايه. افرض كان اصله صفر، هل ينفع نقسم على صفر؟ ما ينفعش. فعلشان كده قال لك في حاله ان المساله فيها مجاهيل لازم تساويها بالصفر. طب ماشي، السؤال هو يا استاذ هتعامل معاه ازاي؟ قال لك بكل بساطه ركز فيه، في عامل مشترك. انا عارف انت واقع واحده واحده، كل مسألة اتحلت قدامك هتقابلك تاني وهتقابلك تالت وهتقابلك رابع. افهم بقى، اعرف تفرق ما بين المسائل. لو انت عاوز تفهم رياضة، لو انت عاوز تحب رياضة، اعرف تفرق ما بين المسائل كده، تلاقي الدنيا معاك بسيطة قوي قوي قوي. اه هتتعب شوية في الاول لحد ما تستذكر او تفهم الكلام ده معناه ايه. بعد كده هتقابلك في حاجة تانية في ثانية، فهمت ثانية تبص لها كده، هنا يا استاذ في صاد مشترك، هنا بقى صاد ناقص واحد، ومنها صاد تساوي صفر، ومنها صاد تساوي واحد. انا كرويت يا استاذ، انت جريت هنا ماشي واحده واحده. صاد اس اتنين دي يا هندسه عباره عن صاد في صاد. ايه اللي موجود في كله؟ في كله صاد. خد صاد، خدت صاد من هنا اهي، خدت صاد من هنا، بيتبقى واحد حفظ خانه. الناتج بصفر، الناتج امتى يكون بصفر؟ لما اضرب يا استاذ عدد في صفر. ايوه، فممكن دي تكون بصفر وممكن دي تكون بصفر. طب دي لو بصفر احط مكان الصاد ايه؟ صفر. طب ده لو بصفر القوس كله بصفر، يبقى مكان الصاد ده كام؟ اكيد واحد، لان واحد ناقص واحد صفر. فعشان كده الصاد بصفر او بواحد، وهنا السين بموجب او سالب اربعه. طب هنا يلا نفس الكلام، هناخد الخانه الاولى نساويها بالخانة الأولى، تمام يا أستاذ، وناخد الخانة التانية نساويها بالخانة التانية، تمام يا أستاذ. وبعدين قال لك أيوة، تركز بقى هنا، بتيجي على الاتنين وتلاتين دي وتشوفها هي الاتنين مضروبة في نفسها كم مرة. شوف هنا اتنين أس س، يبقى الاتنين وتلاتين دي اتنين مضروبة في نفسها كم مرة. انت بقى كطالب ناصح هتقوم جاي كده، ركز، اتنين في اتنين كده باربعة، لا لسه، في اتنين كده بتمانية، لا لسه، في اتنين كده بستاشر، لا لسه، في اتنين باتنين وتلاتين. ايوة، يبقى الاتنين وتلاتين دي بتقوم بصص على اللي قصادها دي، دي اتنين، اتنين قص كام اديتني اتنين وتلاتين؟ قمت جايب انا الموضوع من الاول بقى، قلت اتنين في اتنين باربعة، في اتنين بتمانية، في اتنين بستاشر، في اتنين باتنين وتلاتين، كده خمس مرات يا استاذ، يبقى دي كان اصلها اتنين قص خمسة. لو اللي تحت زي بعض يبقى اكيد اللي فوق زي بعض. خلصانه؟ خلصانه. تعال نشوف هنا. طب يا استاذ ها هنتصرف هنا ازاي؟ ال 16 دي يا باشمهندس كام اس كام؟ يا استاذ هي هتبقى صاد بقى اس كام دي؟ لا انت فك ال 16، ال 16 4 في 4. طب دول مش اس 4. ال 4 دي 2 في 2 وال 4 دي 2 في 2. يبقى كده 2 اس كام؟ يا استاذ ده كده 2 اس 4. بس خلاص، يبقى دي كانت صاد أس 4 بتساوي 2 أس 4. ماشي، من هنا بقى في ملحوظة مهمة جدا جدا جدا، إذا كان الأس زوجي ضع موجب أو سالب، إن كان الأس زوجي ضع موجب أو سالب. شفت الأس ده زي بعضه هشيله، يبقى الصاد بتساوي موجب او سالب 2. يا استاذ لا ده الرياضه صعبه. لا مش صعبه، انا اللي جبت لك اصعب الاسئله او كل التركات من السنين اللي فاتت اللي ممكن يلعبها معاك، لان الدرس بكل بساطه هايف قوي، فانا مستخسر الحصه صراحه. يعني عايزني اقول لك ان هنا الف يا ابني، وهنا 3، وهنا 4، وهنا باء، يبقى الف ب 4 وباء ب 3. اقعد امشي معاك الحصه كده؟ ما ينفعش، عايزك تطور دماغك تستفاد من الحصة على قد ما تقدر. دول كانوا أصعب أصعب التركات في الجزئية الأولى اللي هي تساوي كسرين، تمام؟ تمام يا أستاذ، أو تساوي زوجين، آسف. ماشي يا أبو حميد. بعد كده بدأ الراجل يعلمك بقى درسك، قال لك بقى
ايه هو الضرب الديكارتي؟